تحت رعاية الرئيس السيسي وبعنوان الفتوى وأهداف التنمية المستدامة، انطلقت أعمال المؤتمر الدولي السابع للإفتاء بمشاركة علماء ومفتين من 91 دولة وتمثيل من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، حيث يمثل نقطة انطلاق مهمة في دراسات التنمية المستدامة في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر القادم. وفود من 90 دولة تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، مؤتمر دولي لبحث دور الإفتاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أطروحات تؤكد دعوة الأديان لنفع الناس والتعاون بين الدول ومواجهة التغيرات المناخية وحرمة الدماء والعنف والاحتكار. إن صناعة الوعي الصحيح والوقوف لصد طوفان الفتاوى المتطرفة والشاذة والمدمرة الذي يتدفق ليل نهار عبر شبكات التواصل الاجتماعي يحتاج منا إلى بذل مزيد من الجهد والاجتهاد من أجل استنقاذ عقول شبابنا وعقول الجماهير الغفيرة. كما أن التجاوز في حق البيئة بإفسادها بما قد يؤدي إلى قتل الأنفس هو بمثابة قتل للنفس أيضا، مما يتطلب تغليظ العقوبات على كل هذه الجرائم في حق الإنسانية على مستوى القوانين الوطنية والدولية. إن النظرة الإسلامية الشاملة للتنمية المستدامة توجب ألا تتم هذه التنمية بمعزل عن الضوابط الدينية والأخلاقية. دعوة للسلام والتواصل حملها المشاركون في ظل ضق ناقوس الخطر حول التغيرات المناخية وقضايا الاقتصاد. هناك أكثر من 280 ألف مهاجر، وهناك الكثير من المشردين، هناك الكثير من المجتمعات التي تحتوي النساء وأكثر من 50% منها على مضاعفات لفقدان ملكيتهم والتشرد ونقص الغذاء والصحة وصعوبة التنقل. هناك حاجة ماسة إلى توجيه خطاب الفتوى نحو بناء هذا الإنسان المهجر وتمكينه تعليميا وثقافيا واقتصاديا وصحيا واجتماعيا حتى يصبح قادرا على إحداث الأثر الإيجابي في محيطه. وتستمر الدعوة مفتوحة للمشاركة الفردية والمجتمعية والدولية لمواجهة قضايا متعددة وحل أزمات تتعلق باستمرار الحضارة الإنسانية.